الآن الثورة الصناعية تقدمت في 10 سنوات الماضية للجيل الرابع الصناعي والجيل الخامس الصناعي، والتعليم بقي كما هو في جامعاتنا الفلسطينية. لذلك استخدمنا إحنا التعليم الرابع يوازي الثورة الصناعية الرابعة في السوق وأساليب التعليم الحديثي، وهي مما يسمى التعليم بالعالم الافتراضي، وإعطاء 3 ورشات تدريبية لأفراد الكادر العمل وأيضا طلاب. أول ورشة كانت ورشة إنتاج أفلام باستخدام تقنية 360 درجة، والورشتين اللي سويناهم اليوم ورشة لتطوير العالم الافتراضي. والجميع في الجامعة يعقد العزم على أن يبتدئ التعليم الافتراضي في كلية التمريض في شهر 9 في السنة القادمة الحمد لله، لينتشر إلى جميع برامج الجامعة.